اليوم نفس ما وقع في الدور الاول، جينا حضرنا 17 عضو، 17 عضو ما حضراتش، ما فهمتش علاش الحقيقه. وبالتالي ما كانش النصاب، وتم تاجيل العقد الجلسه ديال انتخاب الرئيس والمكتب الى دور ثالث طبقا للماده 42 من القانون متعلق بالجماعات المحليه. اذا سننتظر الاثنين المقبل ان شاء الله باش يكمل هذا التمرين الديمقراطي. هو داك الشيء علمه عند الله، اللي اساسي هو ان شاء الله غادي نكونوا حاضرين. وكان الحضور ان الجلسه الثالثه تعقد بما الحضر، حضروا الاخوات والاخوان الاخرين في هاد الجلسه راه يكون احتكام للديمقراطيه. ما حضروش هذاك الشكل الاخر، ما بغيتش ندخل انا في امور متعلقه باختيارات ديال الاخوات واخوان المستشارين اللي في الجماعه، اللي يبقاو كلهم اعضاء وكلهم يعني كنظن لازم يتحملوا مسؤوليتهم في الاسراع بهاد العمليه باش نخرجوا منها، لان دازت 6 شهور اصلا ديال تسيير مكتب نقولوا مؤقت، ومن بعد هذه 15 يوم تقريبا من بعد حل المكتب كنتظروا، الساكنه تنتظر. وكاينه يعني الديمقراطيه راه عندها قواعد يجب ان تحترم. هذا ما مفهومش، انا شفتوا المره اللي فاتت جاوا الاخوان والاخوات، اليوم عاوتاني جاوا بنفس الاصرار على العمل وعلى الخروج بمكتب وخروج برئاسة ومكتب يسير المدينة. يعني الالتزام كاين من جهة الأخوات والإخوان اللي حضروا، ماشي من جهة الأخوات والإخوان اللي ما شاركوش. هذا هو يعني بعض الناس ولا بعض الفعاليات الجمعوية في المدينة سمعتها قبيلة كتقول بأنه لازم يكون مكتب وخاصة هذا الشيء، واش الساكنة كتنتظر وكيتأخر المصالح ديالها إلى غير ذلك. يعني هذا كان بالاحرى يقولوه الاخوات والاخوان اللي ما حضروش في الاجتماع، ماشي الناس اللي حضروا. الناس اللي حضروا داروا الواجب ديالهم الديمقراطي وجاوا حضروا هذه المره الثانيه، اللي ما حضروش هما اللي خاص تقال لهم هذا الكلام. اما يعني في الانتخابات فاش كتكون حتى يكون على مستوى جماعه ترابيه، الرئيس راه خصو يكون رئيس للجميع، رئيس لا كان رئيس عير ديال الاغلبيه ديالو راه ما تكون مشاكل. يعني وكاينين اعضاء انا كنعرفهم من الطرف اللي ما جاش، اللي كنظن انه الى ان شاء الله تمت العمليه وكانت الرئاسه وكان مكتب الاغلبيه اللي حنا دابا كوننا، غادي يكون عندهم دور، وغادي تكون عندهم مشاركه، وغادي ماشي زعما ماشي العمليه الاقصائيه، وهذا ما كايناش عندنا زعما كمنظور. وبالتالي الجميع راه عنده مسؤوليته، اي عضو جماعي عنده مسؤوليته، تهتم بالشؤون ديال الساكنه، بالحي، بالمدينه ككل، يدافع عليها، يجيب مشاريع، يجيب افكار، يجيب هذا، راه خص تشغل الجميع واحد طبعا باحترام واحد العدد ديال القواعد ديال العمل على المستوى الجماعي. راه معروف الجماعه وشنو هما الاختصاصات ديالها، شنو هما الامكانيات ديالها، وشنو العمل اللي خاص تقوم به. هذا هو اللي مطلوب في الحقيقه، لان ما كاينش هاد الرأي زعما هاد 17 هما اللي لا، راه الاخوان كلهم يد ممدوده لهم باش نشتغلوا جميعا. الهدف ديالنا هو الخدمه ديال الصالح ديال المدينه ديالنا، هذا هو الاساس.